مساء الخير لجميع متابعينا ومتابعي طقس العرب في الأردن. نهار اليوم استمرت الأجواء الحارة نسبيا في عموم مناطق المملكة، درجات الحرارة أيضا استمرت أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. هذه الأجواء ناتجة عن تمركز لكتلة هوائية حارة نسبيا في عموم منطقة بلاد الشام وعموم شرق البحر الأبيض المتوسط، هي التي عملت على هذه الارتفاعات على درجات الحرارة، ويتوقع أن تستمر هذه الأجواء خلال الأيام القليلة القادمة. التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة السحور حيث تكون الأجواء صافية 21 درجة مئوية، الملموس 20 درجة مئوية، الرطوبة منخفضة والرياح تكون خفيفة السرعة، وبالتالي السحور في الخارج سيكون ممتاز. التوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة اليوم غد، نبدأ بالمنطقة الشمالية، ارتفاعات واضحة على درجات الحرارة، المفرق أتربة مثارمة 33 إلى 20، إربد طقس صافي 31 إلى 21، جرش طقس صافي أيضا 32 إلى 22، وعجلون طقس صافي 29 إلى 21 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الوسطى، الزرقاء أتربة مثارة 33 إلى 23، البلقاء 30 إلى 21، نفس الحرارة في العاصمة عمان، مأدبة 31 إلى 22، والبحر الميت طقس حار 37 إلى 28 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك تفرق لبعض الغيوم 30 إلى 22، الطفيلة أيضا تفرق لبعض الغيوم 30 إلى 21، الشوبك 27 إلى 19، معان طقس مغبر كنتيجة لهبوب رياح غربية نشطت السرعة خلال ساعات الظهيرة والعصر، والعقبة طقس حار بشكل كبير 40 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 28 درجة مئوية. نختم جولتنا بالمنطقة الشرقية حيث تشهد هبوبا لرياح غربية نشطت السرعة خلال ساعات الظهيرة والعصر، تعمل على إثارة الأتربة والغبار، الأزرق 37 إلى 21، أرويشة 35 إلى 20، والصفاوي 36 إلى 20 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.